أستاذ جبريل فتيح، برحب بيك وألف مبروك على التكريم امبارح من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات طبعا اللي بتخص حياة كريمة. في البداية عايز أعرف شعورك كان إيه وأنت بتتكرم بالأمس من الرئيس؟ والله أنا كنت مبسوط جدا بتكريمي من سيادة الرئيس امبارح، وفعلا يعني التكريم كان بمثابة وسام على صدري. التكريم كان بمثابة يعني بداية الانطلاق والجد والاجتهاد. هو مش يعني التكريم مش محصلة لإنجازات تمت، هو فعلا محصلة لإنجازات تمت، ولكن أنا بعتبره يعني بمثابة انطلاقة جديدة للجد والاجتهاد ومتابعة المشروعات اللي بتتم على أرض محافظة جنوب سيناء في إطار مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. إحنا يعني عارفين أن جنوب سيناء مش من ضمن المحافظات في المبادرة، ولكن في جزء كبير تم يعني من المشروعات اللي على أرض احنا محافظة عارفين جنوب طبعا سيناء. ان جنوب سيناء من المحافظات المحافظة عامة يعني من المحافظات السياحية، بيجي بالضبط. لها سياح كتير. ايه اهم المشروعات اللي اتعملت في المحافظة؟ يعني في دلوقتي مشروعات زي محطات المياه اللي في كل مدينة دلوقتي فيها محطات تحلية مياه، يعني بتوفر كميات كبيرة من المياه، بتسد العجز في الاستهلاك يعني للمياه لكافة المواطنين اللي عايشين في كل مدينة على أرض محافظة جنوب سيناء. لو انتقلنا لقطاع الكهرباء، محطات المياه، محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية في الوديان، البنية التحتية وتدعيم خطوط الصرف في المناطق العشوائية اللي موجودة في محافظة جنوب سيناء، وهي موجودة بنسبة بسيطة المناطق العشوائية على أرض محافظة جنوب سيناء. المدارس اللي بتتبني في الوديان، يعني احنا الدولة بتسعى انها توصل لآخر بقعة، يعني لكل وادي في محافظة جنوب سيناء موجود فيه مدرسة ابتدائي واعدادي، وان شاء الله عن قرب يعني مدارس ثانوية في إطار مبادرة حياة كريمة. القوافل الطبية يا فندم في إطار مبادرة حياة كريمة اللي يعني بتجول الوديان بكافة التخصصات، وموجود فيها علاج طبعا، صيدلية في كل مبادرة، يعني لقافلة طبية. كل الحاجات دي يعني استهدفت تقريبا عدد كبير من أهالينا في الوديان اللي كانوا بيتكبدوا مشاق للسفر والبحث عن المستشفيات سواء في المدن أو الذهاب إلى المحافظات الأخرى. طبعا المساعدات الغذائية اللي استهدفت 10,000 مواطن على أرض محافظة جنوب سيناء، يعني احنا قمنا بجولات في الوديان لتوزيع هذه المساعدات في إطار مبادرة حياة كريمة. كل الحاجات دي تمت بالتنسيق مع سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسيادة النائبة الدكتورة إيناس سمير. طبعا هم كانوا بيقدموا لنا الدعم الكامل في يعني أنا تسديد العقبات. ببارك لك مرة تانية أستاذ جبريل فتيح، عايد منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة جنوب سيناء، ببارك لك مرة تانية على التكريم العزيز من الرئيس عبد الفتاح السيسي.